شكرا للزميل ايمن جاده باستوديو المباراه، مباراه البارسا وتشيلسي هنا في القلعه ستانفورد بريدج. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكم في ملعب ستانفورد بريدج هنا في فولام رود، الملعب الذي بني في 1876 تم افتتاحه رسميا في 26 أبريل 1877، وهو على ملك نادي تشيلسي من 1905. ستانفورد بريدج يا سادة هو اسم مرتبط تاريخيا باسم المعركة التي دارت في 1066 ميلادي، معركة مهمة جدا في نشأة انجلترا، وكانت بين الجيش الانجليزي بقيادة هارولد والنرويجي بقيادة هارولد الانجليز اصبح انجليزي. كرة لفريق تشيلسي، يلعب الكرة فابريغاس، كرة بوئيتو، يمشي بالكرة نيجيري خطيرة ويليان، وكرة كورنر، ركنية أولى في المباراة، كورنر الأولى للعبور في 2012 يوم 2-2 وجول توريس، وكرة بالراس روديجر، ضاعت الكرة، ضاعت المحاولة من روديجر، يبقى سكور 0-0. خمس ميسي بدع يبدع يمتع كالعادة، يمشي بالكرة عرضية خطيرة والصعبة شاتين الحمر، حط الكرة ما زالت ادان ادان جابها واضرب، لم يضرب، وفاء لمسة يد، نعم زفر يا تركي، لمسة يد لكانتي، خطير جدا تشيلسي، هذا تشيلسي. البارسا وصبر ايوب، حط الكرة ليونيل ميسي، يمشي ليونيل وسع كرة خطيرة وجول، ضاعت، ضاعت الكرة عن طريق الوحش باولينو، يتمركز كانه راس حربة، ممتاز جدا القادمون من خلف، أحسن من يطبقها من متوسط ميدان البارسا باولينو، القادم من الدراجو، يلعب ليونيل ميسي، ليونيل ميسي يعطي باس ولكن بعيدة، والتغطية كانت ممتازة فيكتور موسيس، هذه الكرات البينية سنراها كثيرا، ميسي أو جول، ليو جول، ليو ميسي، ليونيل، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة، وكم كانت قريبة يا البولغا، كم كانت قريبة يا الأرجنتيني، كرة 1-0، شوف ميسي بداها، انيستا يستناه يا توليرو، كرة خطيرة تمشي ملعوبة، كرة في هاتف قديم وفيكتور، سيرجي روبرتو، روبرتو، الدفاع رجعت من كريستنسن الأولى، راسية الثانية بارسا والأندية الإنجليزية بالنسبة لتشيلسي كورتوا موجود. ويليان شق الجدار، هز على اليسار، ما تطيحش الان، لا تسقط الان، لا تسقط الغصن الاخضر من يدي، لا تسقط الكرة الزرقاء من قدمي، مش ممكن، مش ممكن، على كرة ولا اروع، البرازيل ويليان تمشي كرة، كرة ممتازة والحارس تجن، كرة ماركوس الونسو والتير شتاجن الالمان. يرجع بالكرة عند ريكي ويليان، ويليان ويليان مش حطالو، ويليان مش حطالو، ويليان حطالو، ولكن القائم قال لا، يا ويليان هات نبوسوك، يا ويليان هات نعنقوك، يا ويليان على الاعناق نهزوك، هكذا قالت شلسوية، يا معلم يا كبير، يا معلم يا معلم يا معلم، ملا الكرة، ملا الصورة، اشتاقت موزيس وانيستا، انيستا ويليان يمشي والهربة خطيرة، هي وفيكتور موزيس ركنية، ركنية برشلونة. البارسا لا ينسى واجبات الهجوم، لا ينسى بند الهجوم في دستور كرة القدم. الكرة الثانية اختيرة الرأسية من جيرار، العنوان الأول لكرة برشلونة، ما قلت أولا النوايا، إنما العمل بالنوايا، وهذه كرة، شوف الرأسية، شوف اللي ضربها، يخطفها ويليان، عاودها له ويليان، حتى الجول عليه، لا لا، كسروه القايم، العنوه القايم، اشتموه القايم، هزوه وبدلوه القايم، قايمة اليمين وقايمة من اليسار، وحديدة أولى وحديدة خطيرة، خطيرة ويليان ثالث مرة، ويليان ثالث مرة، ويليان ثالث مرة جول، ثالث مرة جول، ثالث مرة جول، الأولى لا، الثانية لا، الثالثة بالقوة تدخل تدخل، كونتي يفتح باب التسجيل، تكتيك الطلياني يجيب النتيجة، يا تاكا يا تاكا، كمشة تاكا، تاكا يا
يا تاكا الطليان قمة التكتاكا. يا كونتي على سطح جبل ستانفورد بريدج مر أحد الرحالة من البرازيل واكتشف شباك الإسبان. 1-0 آزر يصنع الفرصة والبرازيل يصنع الفرجة في أيام مهرجان الريو دي جانيرو السامبا دي جانيرو. جولازو واحد بلاش لتشيلسي يستاهلوها. كرة خطيرة وكرة صعبة وفرصة التعادل يضرب كرة جول. كرة من ليونيل ميسي لا يعدلها ليو بذكريات انيستا. انيستا يا كاره تشيلسي يعطي كرة هدية يمرر كرة عرضية لملك وامبراطور الكرة العالمية في الجول. يا جيفارا يا تشي خلق مواطن أرجنتيني من مدينة كروزاريو وخالفك في التاريخ خلفك بالتاريخ واللي خلف ما يموتش يا أرجنتين. التعادل